تنفع بدر ما تنفعش. احنا عرفنا ان الجود، ان جود الصفة المقارنة فيها لما نيجي نضيف لها اي ار بتتحول لبيتر. لما نيجي نضيف لها ايه؟ اي ار. وان باد لما نيجي نضيف لها اي ار بتتحول لورس. طيب تاني حاجة نجرب نشوف فيري، يبقى فيري جنب الكلمة دي وفيري قبل الكلمة دي اهي. انا حطيت فيري اهوت وبعدين هكتب الكلمة اهو فيري جود. تنفع يا استاذ امجد؟ تنفع، يبقى نعمل صح. خلاص تعالوا نشوفوا تاني واحدة فيري ونروح كاتبين الكلمة باد اهي. حطينا فيري وكتبنا باد. تنفع فيري باد؟ تنفع، يبقى صح. يبقى دول جرادبل ادجكتيفز. عايز تجرب مور، مور جود مور باد، هنلاحظ ان هي مش هتنفع، مش لايقه قوي انك تستخدم فيري احسن. ما اصل مور ديت، مور ديت زي اي ار بالظبط. لو الكلمه ما نفعتش تتحول باي ار نقارنها، لو ما نفعش نقارنها بالاي ار بنستخدم مور. تعالوا نشوف مثال تاني. عندنا طول عكسها شورت. وخلينا نبدأ بإيه؟ شورت العكس منها إيه؟ طول. العكس منها طول. إيه شورت؟ يعني قصير. شورت يعني قصير، وطول يعني طويل. تاني بكرر، انا بشرح بكام طريقه، بطريقتين. الطريقه الاولى ان بنقيس بنشوف بينهم درجه متوسطه ولا لا، وبعدين الطريقه لو ما عرفناش ما حالفناش الحظ نشوف اللي هي ايه الصفات المقارنه، نضيف اي ار او فيري او مور. قصير، واحد قصير عامل كده، واحد قصير عامل كده، طول شوية أصبح طويل إيه شوية بقى عامل كده، بقى واحد طويل طويل بقى عامل كده. شوفوا ده عامل إزاي. ده واحد قصير طول شوية طويل قوي، يعني هو طويل ولا هو قصير، متوسط. شفتوا اللي هي جرادبل انتينمز، يعني هذا كونتينوس، كونتينوس سكيل، هذا كونتينوس سكيل يعني ميزاني مستمر. نروح عاملين ايه بقى؟ This boy is shorter than this boy. جربنا الاي ار اهو. And this boy is taller than this boy. Taller, tall is taller than short. And short is shorter than tall. شفتوا؟ نيجي نجرب الفيري، نجرب فيري. فيري هنجرب فيري ازاي يا عمي؟ هنروح بس نشيل ده كله. خلاص احنا فهمنا. ونجرب فيري. يبقى أول حاجة عملنا التي الـ ER. تاني حاجة نجرب فيري، هنعمل إيه؟ هنكتب فيري، واحدة هنا وواحدة هنا. بعد يا عم ما كتبنا فيري نعمل إيه؟ نكتب الكلمة أهي. فين الكلمة الأساسية اللي هي شورت؟ أهي شورت. طب والكلمة التانية فين؟ أهي
tall نروح كاتبينها تحت اهي. نقرا بقى very short very tall تنفعه؟ ينفع. يبقى دي gradable antonyms. تعالوا نجرب مور كده اهو يا عم ما تزعلش. مور ومور تنفع. مور شورت تنفع. مور شورت مور تول يا اصل يا عمي طالما نفرت اي ار مع الكلمه الامام مش مفيش حاجه ان مش لازم نستخدم مور. ما هي مور ديت بنستخدمها لو دي ما نفعتش. مور بنستخدمها لو الاي ار ما نفعتش خلاص يبقى هي كده نفعت الاي ار ونفعت فيري. طب تعالوا نشوف مثال تاني. تعالوا نشوف مثال تاني. نشوف مثال تاني. نشوف مثال تاني. نشوف مثال ايه تاني. نشوف مثال تاني. نشوف مثال ايه تاني. طيب المثال بيقول لي ايه؟ بيقول لي clever student. clever student. clever يعني ايه؟ يعني ذكي. وستيوبيد يعني ايه؟ يعني غبي. ايه الطريقه الاولى؟ الطريقه الاولى نعمل ايه؟ نقيسهم بنشوف فيهم درجه وسطى ولا لا. ده واد غبي وده واد ذكي. عندنا واد ذكي بيعمل ايه؟ بيحل او بيرفع ايده مع الاستاذ اهو. واد ذكي بيرفع ايده مع الاستاذ في الفصل وهو قاعد على واد بيرفع ايده مع الاستاذ. والغبي بيبلل من السبوره قدامه باصص قدام السبوره. دي السبوره اهي وده وش الواد قاعد ايه على المكتب. خلاص اللي بينهم لا هو غبي ولا هو ذكي. لا هو غبي ولا هو ذكي. متوسط. لا هو غبي ولا هو ذكي. طب امال هو بيعمل ايه؟ لا الغبي نايم في الفصل. غبي خلاص غبي على الاخر. نايم نايم في الفصل نايم. اللي لا هو غبي ولا هو ذكي بيبلم للسبوره باصص على السبوره. يبقى هنا بنقيس فيهم درجة متوسطة. لا غبي ولا ذكي فيهم درجة متوسطة. خلاص يا عمي أنا مش عايز أمشي مع الطريقة بتاعتك دي. طيب هتمشي على إيه؟ هنمشي على الـ ER.